السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير. النهاردة يا صاحبي هكلمك عن الاقتصاد في الأرجنتين، وليه منتشر السوق السودي للعملة، وإيه الفرق بين السوق السودي وإيه الفرق بين البنك، وليه موجود تضخم داخل دولة الأرجنتين حاليا، وإيه الفايدة من أنا داخل جديد دولة الأرجنتين، هستفاد إيه. ماشي، أولا ومبدئيا أنا أحب أوضح لك صورة مهمة جدا، إن سبب التضخم في الأرجنتين وسبب وجود سوق السوداء للعملة هو الديون. الأرجنتين عليها ديون في السابق، الأرجنتين عجزت عن الدين أكتر من 8 مرات، والعجيب في الموضوع والأحلى إنها بتسدد الدين، يعني مش متأخرة عن السداد، لا الأرجنتين بتسدد الدين كل سنة. طيب يا عم علاء، بتسدد الدين ازاي؟ بتسدد الدين يا صاحبي عن طريق ارتفاع فايدة البنوك، وعن طريق فتح الاستثمارات على أراضيها لجميع دول العالم، وعن طريق المستثمر الأجنبي اللي داخل، وعن طريق استثمارات عن طريق الانترنت، وعن طريق التداول في عملة الأرجنتين في البيتكوين، والاستثمار عن طريق البورصة في عملات الأرجنتين. بتسدد الدين في حلول، في حلول وفي أبواب كتير. الحكومة بتقدر تسيطر على التضخم، ولكن هي مش قادرة تسيطر على سعر الصرف اللي هو بتنتشر سوق السودة منتشرة داخل البلد. يعني العملة في السوق السودة مختلفة عن البنك حرفيا، يعني في البنك تلاقيها ب100 ب98، في السوق السودة تلاقيها ب180، تلاقيها ب175 طالع ونازل. فالبنك المركزي مش قادر يسيطر على سعر الصرف. ليه؟ منتشرة السوق السودة بكثرة. طب يا عم علاء، ايه سبب انتشار السوق السودي؟ سبب انتشار السوق السودة صاحبي هو التضخم. البلد في عملية تضخم، البنك المركزي مش قادر يسيطر، السوق السودي منتشرة بكثرة. سبب انتشار السوق السودي هو عدم وجود عملة دولارية، عدم وجود عملة اليورو، مفيش عملة داخل البلد. فالسوق السودا بتنتشر عشان يجذب العملة، يشد العملة ليه، وتاخد بالك بديك سعر بيس أعلى عشان ياخد عملة منك دولارية أو يورو في السوق السودي. وبعدين الدولارات اللي في السوق السودا دي بتروح فين؟ ما بيروح يبيعها للبنك ويربح. ماشي، انت واخد بالك؟ يعني الدولارات اللي في السوق السوداء دي كلها الناس بتجمعها بتروح فين؟ ما بتروح البنك. انت واخد بالك؟ البنك بينشط العمله. البنك دي سياسي وسياسه اقتصاد وعلوم سياسيه، لكن انا بحاول ابسط لك الموضوع بصوره واضحه جدا. خلاص، البنك المركزي مش قادر يسيطر على سعر الصرف. ليه؟ مش قادر يسيطر، هو مش قادر يسيطر، السوق السوداء منتشره بكثرة. واصلا بعض موظفين البنك بيروحوا يشتروا دولار من السوق السودي. ليه؟ لان الدولار في السوق السودي اعلى. طيب يا عم علاء، سيبك من اللي فات ده كله والكلام اللي انا بقوله ده كله والكلام الفلسفه اللي انا قلتها دلوقتي ديت. بص، انا ايه فايدتي يا عم علاء كداخل جديد البلد ومعايا دولار او يورو؟ بص يا صاحبي، انت كراجل داخل الدوله جديد ومعاك عمله الدولار واليورو، انت حرفيا كنز بالنسبه ليك. انت دي فرصه ذهبيه ليك، لانك انت بتخش بعمله الدولار واليورو بتفرق معاك انت غير المواطن الموجود. يعني انت داخل ب 100,000 دولار، ب 50,000 دولار، ب 20,000 دولار، بتفرق معاك انت داخل بعمله دولاريه او يورو، بتديك سعر اعلى. تاخد بالك؟ يعني لما تيجي تغير الدولار واليورو اللي معاك بيديك بيس اعلى. الفرق بينك وبين اللي موجود داخل البلد ان اللي موجود داخل البلد معوش عمله دولاريه، معوش عمله يورو، انت جاي بعمله صعبه تفرق معاك انت. يعني هو مثلا معاه مثلا 100,000 بيسو، انت معاك مثلا 20,000 دولار، بتديك اكتر من 100,000 بيسو، بتديك التضخم بيكون معاك انت عالي في العمله. انت واخد بالك؟ يعني سعر العمله معاك بيكون متضارب عن السعر الموجود. انت بتغير الدولار واليورو داخل البلد بيديك سعر اعلى بالبيسو الارجنتيني داخل البلد، وتقدر تشتغل وتستثمر وتفتح مشاريعك. ومتفرش معاك انت اصلا. ليه؟ لان الاسعار مش غليت كتير، الاسعار مش غاليه، الاسعار هي غليت سنه بسيطه، ولكن بالنسبه لك انت الاسعار هتكون عاديه. انت بتشتري مثلا قهوه، بتروح تاكل في مطعم ب 300 بيسو ب 400 بيسو، بالنسبه للي هنا تعتبر غاليه عليه او ب 1000 بيسو. انت كداخل مش تفرق معاك، انت معاك عمله دولاريه، انت معاك عمله دولاريه او يورو، تقدر تستثمر وتعيش داخل بلد. وانا حبيت اوضح لكم الصوره بصوره مبسطه، ان انت اللي داخل جديد داخل الارجنتين فرصه وكنز ليك، لانك انت داخل بعمله دولاريه او يورو، بتقدر تغير العمله وتستفاد من وجودك داخل البلد، داخل دولة الأرجنتين. طيب يا عم علاء، أنا داخل بعملة دولار أو يورو، تنصحني أستثمر فيها؟ أستثمر في الذهب، أستثمر في عملة، أستثمر في العقار، أستثمر في المشاريع؟ بص يا صاحبي، أفضل استثمار حاليا في الأرجنتين هو الإيداع البنكي. أنت لما تعمل إيداع في البنك تاخد نسبة عالية، ولكن واحد يقول لي يا عم علاء ما بحبش البنوك، وفي ناس
كتبت لي تعليقات كتير قالت لي البنوك حرام وفايده البنوك حرام. ماشي يا عم ماشي. طيب اقول لك على طريقه بس هي تعتبر مغامره. انت هتدخل بعمله الدولار او اليورو ماشي، وتدور تاخد اقامه ازاي. انا عملت طرق كتير انك ازاي تاخد اقامه داخل البلد، عن طريق الزواج، عن طريق اللجوء، عن طريق الطفل يتولد. دخلت بالعمله ماشي، فرصه ذهبيه ليك انك تشتري البيسو دلوقتي. انت معاك عمله دولاريه، اشتري البيسو وخزنه عندك. ولكن ديت سلاح ذو حدين، ممكن البيسو يطلع ل 200 او 250 وممكن ينزل ل 30 او 18 او 20. ديت ضربه حظ. لو ضربت حظ معاك وربنا كاتب لك رزق كبير، دي ارزاق. وانت اشتريت البيسو على 180 والبيسو نزل ل 20، يبقى انت ربحت كام في الميه؟ ربحت 300%. يعني ال 100,000 دولار اللي معاك عملوا حوالي 700,000 دولار. انت متغير على 180 ماشي، خدت بيسو معاك دولار وخدت بيسو على 180. طيب انت معاك بيسو دلوقتي، معاك كميه ضخمه، البيسو نزل عاوز تاخد دولار تاني، هتغير الدولار على 18 او 20 او 25. ولكن البيسو لو طلع 300 او 250 او عدي واستمر على كده، يبقى دي انت ضربه قاضيه ليك وتقدر تعلن افلاسك فورا. ولكن دي ارزاق. ولكن انا بقول لك كمعلومه، انا بوضح لك الامور انك انت تقدر تستثمر في العمله، ده استثمار عمله. وبرضه تقدر تستثمر في الـ في الـ في الـ الارباح البنكيه زي ما قلت لك. في ناس ما بتحبش البنوك عشان حرام وكده. وبرضه تقدر تستثمر في المشاريع. افضل استثمار الامن هو المشاريع. تفتح لك مشروع، افتح المشروع اللي بتفهم فيه، افتح محل موبايلات، افتح محل خضار، افتح صيانه سيارات، اي مشروع بتفهم فيه افتحه. اهم حاجه تفتح مشروع. يبقى عندك استثمارات مشاريع، عندك استثمارات في العمله، عندك استثمارات في البيتكوين، في عمله الارجنتين، عندك استثمارات في العملات الرقميه، عندك استثمارات ايداعات بنكيه، عندك استثمارات في الذهب. ممكن تشتري ذهب وتخزنه عندك. ولكن الذهب مش مضمون انه يفضل السعر ثابت او طالع او نازل، مش مضمون صراحه. افضل استثمار ليك. وبرضه العمله محدش عارف العمله ممكن تطلع تنزل. استثمارات دي استثمارات بيسموها استثمارات حظوظيه، يعني انت وحظك انت ونصيبك زي ما بقول. ممكن تشتري العمله على 180 زي ما قلت لك دلوقتي وتطلع، يبقى انت تستنى بقى اما تنزل عشان تاخد فلوسك تاني. وممكن العمله تنزل تاني ل 18 او 20، يبقى انت ربحت 300% او 400%. ربحت معاك دخلت مثلا 100,000 دولار، يبقى انت ربحت 700,000 دولار بتغيير العمله، على اساس انك كنت شاريها بسعر وبتبيعها بسعر. فموضوع التضخم في الارجنتين وانتشار السوق السودي ده بسبب الديون. دوله عليها ديون، بلك البنك المركزي مش قادر يسيطر على سعر العمله. اصدقائي منتشره السوق السوداء بكثره زي ما قلت لك. ولكن هي بتسدد الدين. بتسدد الدين ازاي؟ تفتح استثمارات خارجيه، تزود نسبة الودائع البنكية، تاخد بالك دي سياسة الدولة، زود الودائع، بتزود نسبة المودعين، الناس بتروح تحط فلوسها في البنك عشان تاخد نسبة عالية، أدي الدولة بتستفاد من كده، بتشغل البلد، بتشغل عملة صعبة داخل البلد، أنت واخد بالك؟ يعني الاستثمارات يعني الودائع البنكية، يعني الدولة بتزود الودائع البنكية عشان تجذب المودعين لإيداع فلوسهم في البنك، والدولة تستخدم الفلوس بتسدد جزء من الدين وبتستثمر جزء تاني داخل البلد. ماشي، ده بند. ولكن الدولة بتسيطر. بتسيطر ازاي؟ بتقول للمستثمر الأجنبي تعالى استثمر في بلدي، تعالى استثمر في بلدي، بموجب مفيش ضرائب، مفيش حاجة خالص على المستثمر بالنسبة لموضوع الدين. يعني في أول سنة للمستثمر، أول سنة بتبقى معفي من الضرائب يا صاحبي، ولكن في رقابة عليك من الحكومة والدولة، عشان في ناس كتير قالت لي عم علاء احنا عاوزين نخش مستثمرين داخل البلد وبس اسم بس. لا، في رقابة عليك من الدولة من الحكومة، لازم تخش وتفتح المشروع بتاعك وتكون داخل البلد. يا رب أكون وضحت لك الصورة. اللهم بلغت اللهم فشل. اشترك في القناة وفعل الجرس وادعمني في اللايك، وانتظرونا في الحلقات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله.